نحن اثنين زملاء واختلفنا على حكم المضمضة في الوضوء في نهار رمضان، فيقول أحدنا أنها واجبة إلا في رمضان، ويقول الثاني إنها واجبة حتى في شهر رمضان، ولكن بدون مبالغة المضمضة في رمضان. نرجو من فضيلتكم التوضيح عن الحكم في ذلك، أثابكم الله وجزاكم عنا خيرا. الحمد لله رب العالمين. المضمضة واجبة في الوضوء والغسل سواء في نهار رمضان أو في غيره، أي سواء كان الإنسان صائما أم مفطرا، ولا يجوز للإنسان أن يخل بها، لكن الصائم لا يبالغ بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كان الاستنشاق لا يبالغ فيه في الصيام فالمضمضة من باب أولى. واعلم أن المضمضة للصائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم واجب وهو ما إذا كان في وضوء أو غسل، وقسم جائز وهو ما إذا احتاج الصائم إليها لنشاف ريقه ويبس فمه، فإنه يجوز حينئذ أن يتمضمض ليبل فمه بهذا الماء من غير أن يبتلعه. وقسم ثالث مكروه، وهو إذا كان عبثا ولعبا فإنه يكره للصائم أن يتمضمض، لأن ذلك لا حاجة له. لا، فهو كذوق الطعام، لا ينبغي أو يكره للصائم إلا لحاجة